ومرحبا بكم مشاهدينا. العقول الشبابية العمانية دائما مبدعة ومفكرة، ودائما تخرج بأفكارها خارج الصندوق لكي ترفع اسم السلطنة دائما في الأعالي وتضع بصمتها في مختلف المجالات. اليوم معانا تطبيق اسمه تطبيق خياط، راح نتعرف أكثر على هذا التطبيق، مزايا وأيضا الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق، مع ضيوفنا في الاستوديو الأخت مريم بنت سالم السيابية، طالبة بكلية الزهراء للبنات، وأيضا أختنا عفاف بنت موسى البلوشية، أيضا طالبة بكلية الزهراء للبنات. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشرفتونا في قهوة الصباح. أهلا وسهلا فيكم، نحب نشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وأحب أصبح على متابعين برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا، صباحكم خير، وأيضا شكر لكم على تلبية هذه الدعوة. احنا كنا أمس لما نعد الحلقة نشوف كلمة خياط، تطبيق خياط. خياط الكلمة مباشرة، الفكرة واضحة جداً، اللي هي مجموعة خياط، منصة حلو تجمع لي مجموعة خياطين في سلطنة عمان، حتى الخياط اللي أنت معتاد عليه تطلب منه. راح تدخل هذه المنصة، تحصل على مجموعة الخياطين، تختار لك الخياط المناسب لك. لو كنت من هواة التصميم راح تحدد تصميم معين للخياط، تحدد لك تصميم، ولو كنت من هواة التصميم كذلك راح تحدد نوع القماش. جميل. لون القماش، وكذلك في تفاصيل معينة للمصممين يحبوها مثل لون الخيط، تفاصيل بسيطة كذا الفكرة. الإلهام مريم، الإلهام من وين جاء لهذه الفكرة؟ الإلهام لهذه الفكرة جاء في فترة كورونا، فترة الجائحة. فترة الجائحة نلاحظ أن معظم الناس لجؤوا لاستخدام التكنولوجيا. صحيح. وهذا يعني كون لي ثقة بشكل كبير بين العميل والمنتج الإلكتروني. يعني مقارنة بالسابق قبل الجائحة، نلاحظ ثقة العميل بالمنتجات الإلكترونية أقل من الثقة الحالية. اليوم المستهلك عادي في أي لحظة يعني بدون تردد يشتري من المنتجات الإلكترونية. صحيح. فبالضبط، ففي خلال فترة الجائحة بسبب القرارات اللي أصدرتها اللجنة العليا بشأن اللي هي إغلاق المراكز التجارية. نعم. الحظر الكلي والحظر الجزئي كذلك، هذه كلها أدت إلى إيش؟ انتقال العامة من التجار والعملاء إلى استخدام المنصات، منصات التواصل. صحيح. الاجتماعي. صحيح. لاعتبارها منصات للتسوق الإلكتروني. صحيح. ومن هذه يعني اللحظة نظرنا أن معظم القطاعات التجارية لجأت للمنصات الإلكترونية، إلا اللي هي قطاع الخياطة كونه قطاع من القطاعات التجارية أيضا، فحبينا أن نضم قطاع الخياطة لي الاستخدام اللي هو أي عالم تكنولوجي. كأنه يعني تورطوا، يعني تريدك أنت تفصلوا بس ما حصلت. بالضبط. جميل كذا الفكرة. فعلا يعني من صلب الأزمات ومن الأشياء اللي نحن نواجهها في حياتنا دائما نخرج بحلول مختلفة. يعني التطبيق راح يوفر كثير للبنات صراحة، يعني إذا أنا يعني اليوم ما قادرة أني أروح للخياط فقط أدخل للتطبيق وخلص كل أموري، اختصر الوقت عليه. جميل جدا. أنتوا طالبات بكلية الزهراء للبنات، نتكلم عن احتضان الكلية أيضا للمشاريع الريادية الطلابية. الكلية الكلية احتضنت المشاريع عن طريق الملتقى تحت رعاية مركز الزبير لتطوير المؤسسات. جميل. فمن خلال الملتقى يعني حدث يعني صار تعاقد بين الكلية والمركز. نعم. لوجود حاضنة في الكلية تحتضن المشاريع الطلابية وتطويرها. جميل ما شاء الله، ممتاز جدا. أيوة. إذن احنا بنرجع مرة ثانية للتطبيق. أيوة. اولا تحية للكلية والاهتمامها بهذا الجانب. فعلا. بس نعود ايضا للتطبيق، اريد اعرف الخدمات اللي يقدمها للزبون. الخدمات اللي يقدمها التطبيق، الخدمة الأساسية والرئيسية اللي هي خدمة تفصيل طلب تفصيل الملابس اونلاين، وبعدها توصيل الملابس لك. وهذه الأمور القياسات راح نتطرق لها في آلية عمل البرنامج. حلو. جميل. ولكن التطبيق بشكل عام هي منصة تتضمن مجموعة من الخياطين مختلف أنحاء السلطنة. جميل جدا. بأسعار مناسبة يعني. إذا نتكلم عن مميزات التطبيق، هو طبعا تطبيق مميز بشكل عام، إن فكرة أنك أنت خلاص تفصل ملابسك أونلاين يعني. بالضبط. بس نتكلم عن المميزات. المميزات راح تعالج الإشكاليات الموجودة في قطاع الخياطة، ومنها أنها تقلل الضغط على محلات الخياطة في فترة الأعياد والمناسبات والمدارس، وأيضا راح تقلل الجهد والوقت على العميل مثل الأمهات العاملات في الوقت الحالي، وأيضا الغير عاملات. وتطبيق خياط راح يوفر اللي هي فرص عمل للباحثين عن العمل العمانيين يعني، وأيضا تسهيل الوصول للخياط الموجودة يعني في المناطق النائية. تقصير الوقت هذا أهم. أيوة. شيء. بالضبط. جميل. إذا نتكلم عن مزايا التطبيق أو آلية عمل التطبيق، كيف مثلا أنا كبنت حابة أني أروح أفصل فستان؟ أيوة. أيوة. حلو. عندنا اللي هو نحن حاليا نبحث عن شركة مصنعة عالمية بحيث أنها تستوفي شروط شركة أبل وشركة أندرويد. حلو. بحيث أن نقدر نوفر التطبيق لكل الأجهزة، سواء أنت تنزله في
كعميل نزله في اللي هو تليفونك ابل او اندرويد عادي ما عندك اي اشكاليه. ممتاز. نسعى لذلك يعني. فتنزل هذا التطبيق مباشره راح تفتح لك واجهه بامكانك انت تدخل كمتصفح عادي بدون لا تفتح حساب بدون اي حاجه كزائر يعني. بالضبط زائر تستكشف البرنامج وبامكانك تسجل كحساب شخصي بحيث انك تتمتع بالمزايا والخصومات والعروض يعني في فترات راح يكون في مزايا وخصوم يعني من صالحك انت وايضا تكون بياناتك محفوظه كقياساتك وغيره ما ترجع مره ثانيه بالضبط يختصر عليك هذا الشيء حلو فعندك انت كعميل تدخل لهذا البرنامج تسجل تسجل لك حساب بعدها مباشره تختار الخياط المناسب راح تفتح لك واجهه فيها مجموعه خياطين تختار الخياط المناسب ايا كان حسب القماش المتوفر اللي تبيه او اي حاجه بعدها تفتح لك نافذه اللي هي نافذه اختيار التصميم ممتاز. نافذه اختيار التصميم راح تفصل انت الشكل اللي تبي بعدها تختار اللي هي القماش ولون القماش وكذلك هذا يكون كله في قاعده بيانات جميل يعني انت تشوف صوره للقماش ايوه مش بس مثلا حاجه بسيطه لا أكيد. توضح لك وتستكشف جميل فتختار اللي هي التفاصيل هذه بعدها تنهي طلبك هذا اللي هو تحدد الشكل اللي تبيه بعدها تفتح لك نافذه هذه النافذه اللي اخذ القياسات كيف تاخذ القياسات هنا بجاوبك عليها تاخذ القياسات يا اما انك اوريدي تكون عارف القياسات تبعك فتعبي الخانات بناء على قياساتك الشخصيه نعم. او انك تفتح خاصيه الواقع المعزز تفتح نعم. الكاميرا والكاميرا هي اللي تقيس لك مقاسات جسمك تاخذها بالضبط جميل جدا واضفنا خاصيه اللي هي خاصيه الواقع المعزز عندكم فكره عنها الخاصيه اتوقع ياخذ قياسات عن طريق التصوير ممكن ايوه, أيوة. نفس فلاتر سناب فلاتر انستا بالضبط جميل. فاضفنا خاصيه رؤيه التصميم عليك نعم. من خلال انك تشوفه كمثل فلتر سناب بالضبط تشوفه عليك هل يناسبني هل الدرجه تناسب لوني هل كذا يعني بالضبط أيوة. جميل يعني انتم وفرتوا على البنات جهد انه تروح السوق تختار القماش وتنسق فما بينها واحيانا احنا نختار القماش بس بعدين ننصدم في الواقع ان اساسا لون القماش او القماش نفسه ما يناسب جميل انتم جمعتوا خياطين السلطنه كلهم أيوة. لكن هل مثلا ايضا المصممات العمانيات ايضا أيوة. المصممين العمانيين ممكن اضافه المصممات في المستقبل ان شاء الله يعني الى الان فقط الخياطين ايوه بالضبط جميل اذا هو اول شيء رجالي أيوه. نسائي واطفال وكل أيوه. شيء يشمل جميع فئات المجتمع طبعا انتوا تتكلموا انا جالسه اتخيل اشياء كثيره تصير يعني مثلا انا فصلت الان شداشه بس شوي طلعت قصيره او طويله هذه الاشكاليات هذه في طريقه تواصل مباشره مع أيوه. الخياط لاحقا عن طريق البرنامج أيوه. بالضبط والدفع عن طريق البرنامج بالضبط. وهذه الاشياء كلها كل هذه التفاصيل عن طريق البرنامج جميل. ونحن راح نعتمد اليه بحيث ان مثلا لو صارت اشكاليه مع الخياط وحبيت تسترجع المبلغ نعم. مثلا في هذه الحاله بامكانك تسترجع المبلغ نحن مش مباشره راح نعطي الخياط اللي هي الارباح نعم ايوه جميل الان انتم وفرتوا الخدمه اللي تجمع ما بين الزبون وما بين الخياط نفسه او الشخص أيوه. اللي حاب يفصل وما بين الخياط لكن كيف آلية التعامل ما بينهم هم الاثنين يعني ما بين أنا والخياط بعدين كيف يكون التفاهم ما بيننا وأيضا استلام القطع وإلى آخره نعم. يكون عن طريق البرنامج أيوة يعني أيوة. كل شيء أيوة جميل في تصوير عفوا اللي هو توصيل توصيل أيوة أتوقع بيكون في توصيل أيوة. بيكون طيب أسعاركم مبنية عليكم ولا مبنية على مبنية على الخياط نفسه الخياط طيب أنا خياط عبارة أيوة. وأريد أشترك معاكم بالضبط على أساس الناس تفصل معي راح نحدد لك نسبة وكيف 20% محددين نسبة لكل مبيعات الخياط في هذه الحالة يعني لو صارت مبيعات وكذا ولو صارت إشكاليات شهريا يعني شهريا أيوة. تاخذوا مني 20% بالضبط شهريا لا مش شهريا بناء على كل بيعة تبيعها من خلال هذا الابلكيشن نعم. بالضبط جميل طيب انتم من خلال فكرتكم هذه الفريده المختلفه لما عرضتوها للناس لاهلكم المقربين صديقاتكم حتى في الكليه كيف كانت ردود افعالهم حصلنا على اقبال جدا جميل خصوصا من مركز الشباب ومركز الزبير لتطوير الاعمال جميل وكذلك يعني حصلنا على اقبال جدا جميل وحبوا الفكره جميل طيب عفاف بالنسبه لوسائل التواصل الاجتماعي كيف استغليتوها للتسويق عن هذا التطبيق هو حاليا يعني ما بدأنا ان نسوق للتطبيق هذا نعم. ولكن عرضناه على المؤسسات وبعد ما يعني نشوف الإقبال على التطبيق هذا راح ان شاء الله يعني مباشرة تباشروا في عملية التسويق الإلكتروني طبعا جميل جدا دائما يعني في كل مرحلة من مراحل حياتنا او كل مشروع نحن نفكر ان نحن نسوي او خطوة نقدم عليها هناك بعض العقبات اللي تواجهنا حقيقة او التحديات خلينا نقول فايش التحديات اللي واجهتكم من لما بديتوا فكرة تطبيقكم هذه إلى الآن هو قيد الإنشاء
بصراحة يمكن يعني إقناع الخياط أنه يشترك في التطبيق. يا سلام، صحيح. أهم وأيضا إقناع الناس أنهم يفصلوا يعني أو أنهم يستخدموا هذا التطبيق. جميل. في تطبيقات منافسة في السوق الآن موجودة في لتطبيقكم؟ تقدم نفس الخدمة بالضبط. ما في يعني راح يكون أول، لو تم إنشاء هذا الأبليكيشن راح يكون أول أبليكيشن عماني يعني يظهر للعالم بهذه الطريقة. جميل، ما شاء الله. طيب إيش طموحاتكم المستقبلية من هذا التطبيق؟ طموحاتنا المستقبلية، أول شيء نطمح أن يكون أبليكيشن خياط أبليكيشن عالمي يظهر كأول إنجاز لسلطنة عمان في مجال الخياطة والارتقاء بمجال الخياطة، وكذلك نطمح للارتقاء بمجال الخياطة وجعلها يعني حالها من حال بقية القطاعات التجارية. أيضا نطمح لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل في سلطنة عمان باستخدام التكنولوجيا في الوقت الحالي، وهذا أكيد ما نرجو. نحن شاكرين وجودكم معنا اليوم، أختنا مريم بنت سالم السيابية وأختنا عفاف بنت موسى البلوشية، طالبات بكلية الزهراء للبنات. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذا التطبيق وأيضا في قادم حياتكم إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي، شكرا لك. وحبيت أوجه كلام، تفضلي. أود أن أوجه رسالة للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، أن يولي اهتماما خاصا ببناته ودعم مشاريع طالباته في كلية الزهراء للبنات، كونها أول كلية خاصة للبنات في السلطنة. وبالنيابة عني وعن طالبات كلية الزهراء لك كل الولاء والتقدير والاحترام، وشكرا لكم. وحنا كلنا نقدم للولاء والاحترام أكيد على كل ما يقدمه وسيقدمه بإذن الله تعالى لهذا الوطن الغالي وشباب المبدعين مثلكم. وإحنا إن شاء الله تعالى دائما في قهوة الصباح خديجة نسلط الضوء على هؤلاء الشباب المبدعين، فشاكرين لكم هذا اللقاء الطيب وهذه المعلومات الشيقة، وكل التوفيق لكم في قادم الأيام بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا الأحبة، إحنا مستمرين معكم مع الختام، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله، فابقوا معنا. نختم محمد، نختم، خلاص نختم مباشرة. لنا وصلنا مع تطبيق خياط إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا شكرا لكم على متابعتكم الطيبة، بداية أسبوع سعيدة نرجوها لكم مع تحقيقكم لكل أهدافكم وطموحاتكم وأمنياتكم المرسومة والمرجوة تحقيقها خلال هذا الأسبوع. شكرا جزيلا لكم، حلقتنا بكرة إن شاء الله نفس المكان والزمان، كونوا معنا. إلى اللقاء.